بابا مقارة غلاد ييه غيول مخيط لي بابا كتني قال مهندس يغد يعني عائلة القرادة. احنا كنتمي لعائلة القرادة العليا يعني واحد النوع أسرة. احنا كنا احنا والقرودة فاميلة وحدة فهمتي. دابا احنا والقرودة فاميلة وحدة بيناتنا شي ولاد عمنا. دابا القرودة ولاد العم ياك. جدنا كان نصو قرن ونصو بنادم فهمتي. كيشبه شوية القرن وكيشبه شوية البنادم. هذا جدنا ولد القرودة وولد بنادم. احنا عائلة وحدة. فاذا اذا كنت عارف راسك انك حيوان راك انت قرد. ولكن الا كنت انت حيوان حيوان عرفتيها راك قرد. ما عرفتيهاش راك حمار فهمتي. انت حيوان حيوان ما عندك فين تهرب عليها. اعترفتي راك قرد. ما اعترفتيش راك حمار. ما عندك حياة سعيد بجميع.